السلام عليكم الزول فلوان، مرحبا يسون غرف مسر في نوانسا يتمسلين غرفة مثل وزموان ذو فكاك. دونك أذغرا غادينيغ أشن ذي ينيسي خذ من ذا فلاح تطاسن في كال. دونك أشن وإنيسي ذلو الفلاح شحال من مرة يا البيا رفضون يتكلخي في ينيسي، كل ما يقسمو يكلخلو ينيسي، يزي وشن سي ينيسي ينايس دار أشن الإنيسي وقالو فتشيضيا لحقي وكليت لي حقي، سويض ثيبي وشربت لي عرقي، أذنالس بطو. دونك نعاودو نقسمو استقسيا الأسئلة لان يميا ينذك الدارثة. أشكو كاينين الأفعال في هذه الجملة؟ إيه لان يميا ينذك الدارثة، جاوبو هكذا. شوف غي ثنيد إيه فك ضد ثلغة تحرفي ثلغة نسن تحرفي. دونك استخرجهم وعطي لي ثلغة تحرفي نسن. ثلغة تحرفي هو صيغة الفعل قبل أن يصرف، صيغة الفعل قبل أن يصرف. كيفاش يكون الفعل قبل ما يتصرف؟ كيما هنايا عندنا خذ من ثاني ثلغة أثان يصرف أثان يفثي، ثلغة تحرفي نس خذم، فضول فضو، يتكليخ كلخ، يزي زي، ينا إني، فتشيض اتش، سويض سو، نلس ألس. دونك نعاود، ثلغة حرفية هي هيئة الفعل قبل أن يصرف. دونك هنايا استخرج الأفعال لمصرفة ومن بعد أعطينا ثلغة حرفية نسن. نكمل أنواع. دونك استقسي ويسكراض ولا الثالث، انواع امور نومياك ياك ديمالن وين يخدمن فيا وصدقيا لمياك. شكون او شكون هي لا بارتي من الفعل اللي تبين بلي هذاك الفعل دار هذيك الحركه؟ هو الضمير امثال. دونك الضمير هو اللي يبين انو يخدمن فيا، شكون اللي دار هذيك الحركه. شوفوا هنايا فوالا. دونك السؤال الجواب الاول، الجواب الثاني هاوليك خدم ذمياك، ثلغه تحرفي نس خدم الى اخره. دونك حطيته لكم هكذا وانتم باش تديروا لو كابتشور. من بعد امور نومياك ياك يمال وين يخدم فيك يا وذك يا لمياك، ذ امثال او الضمير، الضمير. من بعد هنايا عندنا امياك، عطيته لكم من عندي باش تفهموا مليح. أمياج أمثال. دونك عندنا أمياج خذمن، أمثال تاعو الضمير تاعو هو نا، أذذون نا، يتكليخ يا، يزين يا، ينا يا، تشيض تا وضا، تسويض تا وضا، أذن لسنا. دونك هذا هو من الضمير، الضمير هو اللي يبين شكون اللي دار هذيك الحركة. من بعد لمر الترض، الترض لمر الترض نك ذقوم كان نثنيا. دونك لو كان نديرو نك في بلاصه نثنيا ونك فيرثا في هذه الجمله، نثنيا خذ من ثفلاح هما داروا الفلاحه، ذا شو راه يبدل؟ واش اللي يتبدل؟ ذا شو راه يقيم الاكن يلا؟ وشكون اللي يقعد كيما راهو؟ هاوليك نثني خدم ثفلاح هما داروا الفلاحه، درت في بلاصه البلاستو نكم نك. دونك خدمه ثفلاح انا عملت الفلاحه ولا صنعته ولا. دونك ذا شو يبدل؟ يبدل انقيم اللي دونك انقيم اللي كما نعرفوهم. دونك انقيم مزوارو ويسين ويسلات، انا عاوز مزوارو ويسين ويسلات خدميت دوك لاني باسي. دونك درناهم كامل لاني باسي. دونك نوثنيا اثن دوك اسهوس راهو في الجمع يغال غير ساسوف ولا في المفرد نكيا خدمن. دونك دوك اسهوف لا ذنا دوك اسوف وغال غا ذاش تاكي راه يبدلن. مذوينا لا يقيم نكنين لا غو يتبدل لا لي يقعد كيما راهو ما يتبدلش. عندنا ثفلاح خطر هو الاسم، خطر الاسم شكون انت الاسم. دونك تبدل من نثنيا
رنكن من أسقوث الأسوف أو أمثار تبدل مننا لخام. من بعد نكملو السلا أدينيا أشي زمثار وزموالدك يميينا. دونك عدنا نستخرجو أمثار وزموال من هذه الأفعال. دونك يقيم ثقيم نقيم ثقيم ثقيم. دونك أمياي قيم نسفيث. دونك يقيم يقيم أمثار وزموال تاعو يام هاوليك. نتسا يقيم ثقيم تا وظا بصح بشرط يكون الفعل مصرف الى الماضي باش يكونوا هذا هما امثال وزموال. نقيم امثال وزموال نا ثقيم مسا امثال وزموال تا والما والتا. قيم امثال وزموال نا. الشفور اتذكر امياي ذوال يمال في جوز نغثغرة. امياي الفعل ذوال كلمة يمال في جوز نغثغرة يبين حركة او اناكسيون والحالة. ثلغنومياي اقبل اليفثين دونك هيئة الفعل قبل ان يصرف. قرناس يقولوا لها ثلغث حرفيث دونك هيئة الفعل قبل ان يصرف يقولوا لها ثلغث حرفيث. كما هنا يعطي لكم مثال ألس وليم حكم سل مثال تاع وليم عسان مثال غثة حرفيث راهو في ثل غثة حرفيث. كي نصرفوه نكوالاغ دونك خلاص تنحد ثل غثة حرفيث راهو مصرف من نكوالاغ. دونك نستخرجو أمثال وزموال اللي هو غا بصح بشرط راني نعاود ونكرر أن الفعل يلاقي يكون مصرف إلى الماضي. من بعد مي يفثيون مياي يتيلين ذيك دونك مي يفثيون مياي تيلين ذيس سين نيموران يكونوا فيه زوج تاع أقسام. أمور أمثال باردون أمثال وزموال لفكاك أمثال وزموال يمالد وين يخدمت في قوس نغ غيغف ضرع دونك يبين لي دار هذيك الحركة ولا علي من دارت هذيك الحركة. ماذا فكاك ماذا فكاك ما تقصد أمثال أذ دقيم أفقاك نوميا كي نحو أمثال هذا يقعد لنا أما أفقاك. شوفوا هيا هذا المثال دونك هيا عندنا أفيغ أميا يفثيان دونك راهو فعل مصرف. كي نحيلو أمثال كي نحيلو هذا الغام نحيتلو هذا الغام دونك أمثال الموال هو غام. كي نحيت له هذيك الغراني نحيتها اللي بقى لي هو اللي نسموه افكاك. فوالا ان شاء الله تكونوا فهمتوا هذا الدرس. هذه غير البدايه تاعو والفيديو اللي جاي نديروا فيه التمارين. ايتها الله في روحكم.